صباح الخير زميلتي، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام وللفريق التقني والصحفي المرافق لك. مشاهدينا الكرام، على جديد ومتجدد من ركن استشارات قانونية نتطرق فيه إلى موضوع الجنسية. موضوع الجنسية، ما معنى الجنسية وما معنى الجنسية وماذا الفرق بين الجنسية الجزائرية وباقي الجنسيات؟ كما يقول ماكلوهان، العالم أصبح قرية صغيرة بفعل التكنولوجيات، هذه الثورة التي ألغت الجغرافيا والحدود، غير أنها أبرزت أهمية الهوية أو الجنسية. فماذا نقصد بالجنسية؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم الذي سنناقشه مع الأستاذة المحامية شيخة غانية، محامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. صباح الخير أستاذتنا. صباح الأنوار، صباح الخير المشاهدين الكرام. الله يسلمك، حللتي أهلا ونزلتي سهلا أستاذتنا. شكرا شكرا. أستاذة، وش الجنسية في القانون الجزائري؟ الجنسية هي علاقة قانونية تربط الأفراد بالدولة، يترتب عليها التزامات، بعض الالتزامات. هذه الالتزامات تكون في صورة واجبات وحقوق. من حقوق الأفراد هي الحقوق السياسية والمدنية، والواجبات تتمثل مثلا دفع الضرائب، التجنيد إلى غيرها. هذا تعريف الجنسية. تعريف الجنسية. أنواع الجنسية وفق القانون الجزائري؟ أنواع الجنسية، كاين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة. الجنسية الأصلية اتفق عليها المشرع الجزائري في المادة 6 والمادة 7. الجنسية الأصل عن طريق الدم، المادة 6، اللي يكتسبها المولود ليكون مولود من أبوين جزائريين. يكون المولود مولود من أبوين جزائريين أوتوماتيكمون بطبيعة الحال يكتسب الجنسية الجزائرية باعتبار أنه مولود من أبوين جزائريين. كاين الحالة الثانية، هذه من طريق الدم. أما الحالة الثانية اللي انطلقت لها المادة 7 من قانون الجنسية، عن طريق الإقليم، هو للولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين، يعني يكون مولود حديث البلادة نلقاه مولود تحت فوق الإقليم الجزائري يكتسب الجنسية الجزائرية أوتوماتيكمون. حتى لو كان مجهول النسب؟ مجهول النسب، بيان سور مجهول النسب. إذا كان نسبه معروف الجنسية تولي لجنسية الأبوين تبعو. أما إذا كان مجهول النسب، ما نعرفوش النسب تاعو، يكتسب الجنسية الجزائرية على أساس الإقليم، كونه مولود في الجزائر يكتسب الجنسية الجزائرية. والحالة الثانية هو المولود من أب مجهول وأم معلومة، أم معلومة الاسم تاعها بدون إثباتات لجنسية هذه الأم، يعني يكون مجهول الأب والأم تاعو معلومة لي مونسيوني في لاخر في ليكستري نيسونس تاع هذاك الابن، لكن دون أي دليل تثبت الجنسية تاعها. هذا الابن، هذا الطفل ايضا يكتسب الجنسيه الجزائريه وفقا للماده 7 من قانون الجنسيه. استاذ، احنا في حياتنا اليوميه حتى المشاهد يعني نبسطوا له الامور والمفاهيم، احنا لما نقوم باستخراج شهاده الجنسيه يطلبوا منا شهاده الميلاد تاع الاب وتاع جد الاب، يعني والد الاب بمعنى جدك وجد الاب. لا هكذا استاذ؟ نعم. الله، باش نستخرجوا الجنسيه الجزائريه لازم يكون عندك شهاده الميلاد المعني المطالب بالجنسيه، شهاده ميلاد الاب تاعو وشهاده ميلاد الجد تاعو. تسمى شهاده الميلاد المعني والاب والجد. الجد واحد فقط؟ الجد واحد فقط. هذا اذا كان يطلب الجنسيه عن طريق الاب. كاين طريقه اخرى يطلب الجنسيه عن طريق الام، ثم نسحقوا جنسيه المعني بالامر، جنسيه الام شهادة ميلاد المعني بالأمر، شهادة ميلاد الأم تاعو، شهادة ميلاد أب الأم، وشهادة ميلاد جد الأم. هذه كي نحوس على الجنسية عن طريق الأم، طريق الترتيب. كي نكون عن طريق الأب المعني، الأب تاعو والجد تاعو، عن طريق الأم المعني، الأم تاعو والأب تاعها والجد تاعها. صافي، الشرط أن يكون جد واحد فقط. جد واحد فقط، جد واحد فقط. وهذا القانون تاع الجنسية لما يتعدل، ما عرفش تعديلات أو تغييرات. سي عرفت عدة التغييرات، التغييرات كانوا عن 2005، جا المرسوم 0501 اللي أحدث تعديل في قانون الجنسية. كان مواد، ألغى مواد وأحدث مواد. ولكن لم ينص فيما يخص هذا كيفية الحصول على الوثائق. الوثائق لا لم ينص في حصول الوثائق، وكنت غادي تسهل شوية الأمر. كيف سهلها أستاذة؟ الجنسية شغل الوثائق اللي مام الوثائق، إذا كنا استخرجنا الجنسية من قبل فلا نحتاج الى وثائق واحدة اخرى. التقدم امام المصلحه بشهاده ميلاد، بطاقه التعريف الوطنيه، يمكن يستخرج بها شهاده الجنسيه، لا نحتاج الى الوثائق الاخرى. اذا كنا استخرجنا شهاده الجنسيه مور 2016 لا نحتاج من بعدها لاستخراج جنسيه من مره اخرى، لا نحتاج الى هذه الوثائق اللي ذكرناها. التقدم الى المصالح ببطاقه التعريف الوطنيه تكفي لاستخراج شهاده الجنسيه.
جميل أستاذة، نشوف باللي فيما يخص الجنسية الأصلية لا غبار عليها، ما فيهاش ما مشاكل. فيهاش نحكي مشاكل. عن الجنسية المكتسبة، كثيرون يسعون للحصول على الجنسية الجزائرية، كيفاش يقدر شخص أجنبي يستفيد أو يكتسب الجنسية الجزائرية؟ يمكن للشخص الأجنبي الاستفادة من الجنسية الجزائرية، وذلك بتقديم طلب أمام وزير العدل ويتخرج بموجب مرسوم رئاسي، لكن يجب توفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مقيما بالجزائر لأكثر من 7 سنوات. الشرط الثاني أن يكون مقيم في الجزائر أثناء صدور مرسوم التجنس. الشرط الثالث أن يكون ما عندوش حكم صدر عليه مخل بالحياء أو مخل بالشرف، ولا عنده حكم جزائي. أن يكون ثبت اندماجه في المجتمع الجزائري، وأن يكون عنده عمل ثابت يسترزق منه عمل ثابت. هنا يمكن تقدم بطلب ولوزير العدل الفصل فيه. هذا تجنيس جين طلب الجنسية، طلب الجنسية كاين اللي يستفيد عن طريق الزواج بالجزائرية هذاك ثابت. الجزائرية. نعم كاين هذاك الآخر، كاين هنا بتقديم طلب، وكاين عن طريق الزواج بالجزائري أو بالجزائرية. أولا يجب أن يكون الزواج قائم وقانوني لمدة 3 سنوات، لمدة 3 سنوات من تاريخ إيداع طلب التجنس، من تاريخ طلب إيداع على اكتساب الجنسية الجزائرية. أن يكون قلنا أن يكون يتمتع الآخر، يكون مقيم في الجزائر على الأقل 2 عام، يكون مقيم في الجزائر. ونفس الشيء أن يكون ما عندوش حكم سالب للحرية، وأن يكون مندمج في المجتمع الجزائري، وأن يكون عنده أيضا عمل ثابت. عمل ثابت. عمل ثابت. أستاذة مشاهدينا الكرام، نشوفوا وش يقول الشارع الجزائري، هل يدرك أهمية أن تكون عنده جنسية جزائرية؟ وش هي الحقوق التي تلازم اكتساب الجنسية الجزائرية؟ وما هي واجبات الشخص الحامل للجنسية الجزائرية؟ نشوفوها، نعود ونرجع. هي الجنسية الانتماء تاع كل إنسان، كل إنسان عنده انتماء، عنده البلد، عنده كذا، عنده الجنسية. كيفاش نقدروا؟ عن طريق البلدية، كاين أوراق تثبت حقك أنت في الجنسية الجزائرية، عندك أوراق تاع وقيل الجد والأب وكذا، يعطوك تقدمهم في البلدية ولا في وزارة في المحكمة أو نيفو تاع لي تريبينال، تتفحل عشان يعطوها لك، بصح لازم تقدم أوراق واحد أخرين. واحد إترونجي لازم هو اللي يتحصل عليها، بصح اللي زايد هنا يدي الجنسية تاع الأرض اللي زاد فيها. احنا جزائريين، احنا زايدين هنا كيما انا زايد في باب الواد، الجنسية ديالي نجيبها من باب الواد، باينة الجنسية ديالي، فهمتني؟ دوك انت واحد غريب نقولوا عراقي ولا ما على باليش، يجيبها من بلاده، ما عندوش الجنسية اللي هنا في الجزائر. والله الجنسية ما تقدرش تسحبها لواحد، كيما دوك انا شوية الجيريان، شوية الجيريان دو نيسونس بير مير جد الاب اكسيتيرا، ما عندكش الدروا انت ولا اين اوتوريتي، نيمبورت كيل اوتوريتي في الارض اللي تنحي لك الجنسيه، تنحي لك الجنسيه تاعك، لان سي ان تريك كيما سي كون ميم بلوس كان ديبلوم تاع الباك تاعك يجيبو، ما قدرش ينحيوك البوليس في الطريق ولا جدارمي ولا مدير في شركه، لان هذاك لو باك تاعك ولا لا ليسونس ولا الثقافه ولا ديبلوم جبتو ابري قريت، وما نقولش خرج ديفري ديكزامان وتعبت وجبتو بالثقافه تاعك، ما قدرش. الجنسيه سي كيلك شوز دو تري ساكري. مرحبا بكم مشاهدينا، اهلا بك استاذه. يعني الجنسيه الجزائريه عندها قيمتها، كثيرون لا يدركون اهميه وقيمه انك تكون عندك هويتك. بالطبع هي كبصمه، اصعب من الجنسيات، اصعب 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 اصعب، بس فيها مقننه بزاف، فيها بزاف ما نقدروش نحصل على الجنسيه الجزائريه بسهوله. هذا امر ايجابي استاذه، امر ايجابي وي، ماشي من هبه ودب كل عنده الجنسيه الجزائريه. طب حتى يدركوا اهميتها وقيمتها، ما هي الحقوق التي تلازم اكتساب الجنسيه الجزائريه؟ الحقوق التي تلازم اكتساب الجنسيه الجزائريه، عندما يكتسب الشخص الجنسيه الجزائريه فانه يتمتع بالحقوق المدنيه والسياسيه للمواطن الجزائري من تاريخ اكتسابه الجنسيه الجزائريه بدون اثر رجعي للماضي. يعني من تاريخ اكتساب الجنسيه الجزائريه عندي حقوق وواجبات، بيتو حقوق، حنا نتكلم على الحقوق، حقوق المواطن الجزائري من الحقوق السياسيه ومدنيه، كما انه يستطيع الاولاد تاعو القصر التمتع بالجنسيه الجزائريه، يعني تمتد لجنسيه الاب للاولاد تاعو الذين عندهم الحق في التنازل عنها عند بلوغهم سن الرشد او الاحتفاظ بها كما حبوا. جميل استاذه، وما هي هذه الواجبات حقوقهم؟
يعني الجزائر ما هي التزاماتها أمام مواطنيها الحاملين للجنسية الجزائرية؟ يعني لما أنا نحمل الجنسية الجزائرية أستفيد من حقوق مدنية وسياسية، ما هي يعني أعتذر يعني نعدل السؤال، ما هي واجباتي أنا اتجاه البلد اللي منحني، اتجاه الجزائر اللي منحتني الجنسية الجزائرية؟ الاحترام أول شيء، احترام، احترام الوطن، القيم، عدم القيم لأشياء مشينة للوطن الجزائر، على عدم نقولوا عدم التحالف مع أشخاص أجانب لأشياء تضر مصلحة الوطن. وش ثاني؟ المهم نقوم بأعمال ما نضرش الوطن. أستاذة، ما هي الحالات الاستثنائية لمنح الجنسية الجزائرية؟ ولا كلها يعني ما فيش استثناءات؟ كاين استثناءات، سي كاين استثناءات. هنايا كاين استثناءات، المشرع الجزائري تمنح الجنسية الجزائرية استثنائيا. أولا قال لك بموجب عندما القيام بخدمات استثنائية، يكون هذا الشخص قدم خدمات استثنائية للجزائر تمنح له الجنسية الجزائرية. إذا كان هذا الشخص أصيب بمرض أو بعاهة من أجل تقديم خدمة للجزائر. ثانيا إذا كان انتساب هذا الشخص هدايا للجزائر يضيف عنده إضافات نستفاد منه من الجنسية الجزائرية أيضا. وكاين ثاني في حالة ما إذا توفى شخص عن عائلة تتوفر فيه هذه الشروط، يمكن له أن يستفيد من الجنسية الجزائرية. أستاذة، حالات فقدان الجنسية الجزائرية والتجريد منها، تجريد من الجنسية الجزائرية، هل أنا السحب ولا التجريد؟ السحب من الجنسية الجزائرية، وضحينا نقطتين. كاين يمكن سحب الجنسية الجزائرية منحوها، يمكن نسحبوها في خلال عامين من تاريخ صدور نشر المرسوم الرئاسي، المرسوم الرئاسي تاع التجنس. عندنا في خلال هذه العامين تاع النشر تاع النشر المرسوم هذا تاع التجنس هذايا، يمكننا سحب الجنسيه من هذا الشخص اذا اكتشفنا انه لا تتوفر فيه الشروط اللازمه اللي هضرنا عليها من قبل، ولا اذا تمثل تبين زور او قام بالتدليس، ولا تبين لنا انه قام بالتدليس والتزوير من اجل الحصول على الجنسيه الجزائريه. وهنا إذا اكتشفنا هذا في خلال هذين العامين يمكننا سحب الجنسية الجزائرية. يعني والتجريد؟ التجريد من الجنسية الجزائرية يقول لك إذا كان هذا الإنسان حكموا عليه بعقوبة سلبة للحرية لأكثر من 5 سنوات، سواء كان هذا العقوبة كانت في الجزائر أو في الخارج. إذا كان عنده عقوبة سلبة للحرية من 5 سنوات يمكننا تجريد هذا الشخص من الجنسية الجزائرية، لكن بشرط يعني تكون كل هذا الحكم اللي يحكم فيه يكون يضر بالجزائر وبمصالح الدولة الجزائرية، يكون تحالف مع شخص أجنبي ولا من دولة أجنبية ولا، لكن بشرط يجب أن تكون هذا التجريد خلال 10 سنوات اللي منح فيها اللي كان عنده فيها الجنسية الجزائرية. خلال 10 سنوات هذه اللي كان عنده فيها شخصية الجنسية الجزائرية يمكن نجرده من الجنسية، لكن إذا ديباسا 10 سنوات لا يمكن نسحبه من الجنسية الجزائرية، ويجب أن تكون خلال 5 سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل. يعني ولا كان دار الفعل بعد مرور 6 سنوات اكتشفنا الفعل لا يمكن تجريده من الجنسية الجزائرية. يعني يجب احترام أجل 5 سنوات من تاريخ اكتشاف الجرم هذا. هذا بخصوص الأشخاص اللي اكتسبوها. ولكن الشخص الجنسية الأصلية، هل في حالات يجرد من الجنسية الجزائرية شخص؟ يجرد إذا ثبت أن يكون هناك تعاون مع الدول الأجنبية ضد مصالح الدولة الجزائرية، مخابرات ولا شيء من هذا القبيل، شغل يتعاون مع الغير للإضرار بمصالح الدولة الجزائرية يمكن تجريده من الجنسية الجزائرية. جميل. أستاذة، تعديلات قانون الجنسية اللي كانت بموجب الأمر 0501، هل واكبت التطورات الحاصلة؟ يعني لأنه نشوفه في إطار أنه الجزائر تسعى لأنها تكون مركز، أو بمعنى تكون تفتح أبوابها للاستثمارات للتعاملات الأجنبية، هل ما زالت منح الجنسية بتلك الصرامة؟ منح الجنسية صارمة قليلا في الدول الجزائرية، شغل ماشي مفتوحة على مصراعيها الكامل، يجب أن تتوفر فيه شروط خاصة باش نقدر منح الجنسية الجزائرية للشخص. جميل. رغم ان هناك تعديل الى انه شغل قاعدنا توجور في ما كاينش فتح تلقائي، شغل كاين شغل محدده. استاذه، الجنسيه الجزائريه في ظل الزواج المختلط، هي في قلنا تمنح الجنسيه الجزائريه في حاله الزواج هكا، لكن اذا اكتشف ان هذا الشخص استعمل هذا الزواج كحيله
للحصول على الجنسيه الجزائريه يمكن تجريده منها اذا اكتشفنا انه باسكو ديجا القانون هو يعطي له مده عامين، ديجا اولا 3 سنوات من تاريخ الزواج، ثم عامين من تاريخ اكتساب الجنسيه الجزائريه. وفي حال ما اكتشفنا انه يستعمل هذا الزواج مجرد حيله، يستعمل الزواج حيله لاكتساب الجنسيه الجزائريه، فانه يمكن تقديم طلب لسحب منه الجنسيه الجزائريه التي على اي مستوى، اي جهه يودع طلب؟ طلب الى وزير العدل ويصدر بموجب مرسوم رئاسي طبعا. والاطفال استاذة، الاطفال يستفادوا بشكل آلي من الجنسية في هذا الزواج المختلط؟ بيان الأطفال يستفادوا من الجنسية الجزائرية تبعا للأم، عندهم الحق باش يكون عندهم جنسية. ثبتنا وضحنا من الأول باللي كيفاش نسحبوا الجنسية الجزائرية عن طريق المادة 6، شهادة ميلاد الابن، الأم، الجد، والأب للأم، والجد للأم. يكون عنده الجنسية الجزائرية. في حتم إذا كان الزواج هذا خارج الجزائر، يعني في دولة أجنبية وكان فيه زواج مختلط، كيف يتم حصر الأطفال على الجنسية الجزائرية؟ يعني بموجب طلب على مستوى القنصليات. مستوى القنصليات يكون حتى طلب من مستوى القنصليات باش الدولة تنظر في هذا الطلب وتعطيهم الجنسية الجزائرية. أها أستاذة، في كاين حالات يتحدثوا أنه شخص يعني مدة في الجزائر وكان عنده زواج بجزائرية ولم يستفد بعد من الجنسية الجزائرية. لماذا؟ واش شروط؟ احنا ولد الشخص هذا يقدم طلب ومشي محدد بمده معينه للفصل في هذا الطلب. ثم لازم ناخذ الوقت الكافي للنظر في هذا الطلب، بحث اجتماعي وكامل باش كي ندو لا ديسيزيون الاخر تاعنا تكون شغل باش ندو شغل ديسيزيون ديفينيتيف نهائيه. باش المشرع الجزائري ما عطاش مده اللي فيها يدرس الملف ونعطوا القرار تاعنا، ترك المده مفتوحه، وذلك لذلك لاجراء التحقيق اللازم فيما يخص هذا الشخص. نديروا التحقيق اللازم يخص الشخص ولو اجراء التحقيق وشو النظر في الاخر تاع الطلب تاعو اذا كان قانوني ولا غير قانوني. هي بشكل عادي يعني المعدل تاع المده اللي تقتضيها عمليه التحقيق كام؟ هي تختلف من شخص لاخر، من شخص لاخر. كاش ما كاش معيار هكا نقول لك عنده شهر 6 اشهر 7 اشهر. محدد المشرع الجزائري يعطي السلطه التقديريه للهيئه اللي توضع فيها الاخر هذا الطالب. من الهيئه التي تقوم بها؟ نحطوها امام وزير العدل. امام وزير العدل. الطالب وزير العدل يصدر بموجب رسوم رئاسي، اعتبارها ماشي حاجه هينه. يعني ماشي طلب قضائي. انت مختصه كثير في موضوع الجنسيه بالزواج المختلط، هل شفتي بلي قانون الجنسيه في الجزائر يواكب التطورات ام يستدعي فيه بعض التعديلات؟ احنا درنا تعديل في 2005، المشرع الجزائري قدم تعديلات في 2005 باش يواكب شويه التطورات، لكن احنا هنا في مجتمع تطور سريع ورهيب، فالمجتمع الجزائري لازم كل مره يعاود يدرس ويشوف باش يواكب الاخر التطور الذي نعيشه في المجتمع. في حديث على انه الدوله الجزائريه من خلال وزاره العدل تعكف على اعداد مشروع قانون يجرد الجزائريين الحاملين للجنسيه الاصليه من الجنسيه في حاله ثبوت تورطهم في جرائم معينه. احنا قلنا باللي الشخص يكون عنده الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها إذا ثبت أنه قام بأعمال مضادة لمصلحة الوطن، ولا أعمال تاع أعمال مضادة لمصلحة الوطن مثل المخابرات، مثل المخابرات مع سلطات أجنبية ضد الوطن، يعني أشياء تضر بمصلحة الوطن ككل. وفيها نشوفوا حتى الدولة الجزائرية عززت من مكانة الجنسية، كاين كثير شخصيات إبان الثورة الجزائرية أجنبية ساندت وحاملة السلاح لمؤازرة الشعب الجزائري في حربه من أجل ليلة الاستقلال كافأتها بمنح الجنسية الجزائرية. قلنا إذا كان شخص قدم خدمة للجزائر، قلنا إذا كان شخص قدم خدمة وثبت موقف تاعو الرجولي، موقف تاعو الوطني أمام الدولة الجزائرية، تقام الجزائر بمنحه الجنسية الجزائرية. شكرا لك أستاذتنا الفاضلة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في عدد قادم وموضوع آخر.
إذا مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية عددنا لنهار اليوم. نشكر كل الزملاء القائمين على برنامج صباح الوطنية، دائما يحاولوا يقدموا لكم خدمة تليق بكم، وإحنا كذلك مشاهدينا نتمنى تبقوا أوفياء لبرنامج صباح الوطنية وبرامج قناة الوطنية ككل. مشاهدينا إذا عندكم يعني أفكار مواضيع حبيتوا تشوفوها معنا، ما عليكم غير ترسلونا عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. مشاهدينا الختام، إلى اللقاء.